ايه فيديو النهارده ورسمه النهارده رسمه جميله جدا وفي نفس الوقت سهله جدا. ارسلوا معايا رسمه وابعتوا لي رسمه على حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، الرابط موجوده في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. النفع سر للسعادة طابا، كن نافعا فالله يفتح بابا. فيديو جديد ورسمة جديدة. فيديو النهاردة ورسمة النهاردة هنرسم رسمة جميلة جدا. هنرسم رسمة بالطريقة دي، رسمة بيوت تراثية. لازم تخططوا تخطيط خفيف لان رسمة النهاردة هيبقى فيها شوية تفاصيل كده. فعملنا زي ما انتم شايفين خط بالطول مستقيم، وعملنا خط مائل من ناحية الفوق من اليمين ومن ناحية تحت من اليمين، وبعد كده عملنا خطين مستقيمين بالعرض زي ما انتم شايفين، بعد كده خط مستقيم بالطول. خلي بالكم من التفاصيل اللي احنا هنعملها في الرسمة. عملت خطين مايلين من فوق نازل مايل لتحت ومن تحت مايل لفوق، بعد كده عملت وصلت ما بينهم خط مستقيم بالطول. رسمة النهاردة محتاجة شوية تفاصيل، وفي نفس الوقت لو ركزتوا هتبقى بسيطة وهتبقى جميلة جدا. بعد ما تخلصوها بعتولي رسمة على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط في صندوق الوصف. تابعوني هناك، بنزل حاجات مهمة جدا، حاجات ما بتنزلش على اليوتيوب، فلازم تكونوا عاملين لي فولو هناك ومتابعيني عشان يوصل لكم اول باول كل حاجة. زي ما انتم شايفين عملنا خط بالعرض، بعد كده عملنا خط بالطول عشان نعمل شكل قريب من مربع، بعد كده قفلت الخط بخطين من الجنب، خط من ناحية اليمين. طبعا ما كملناش الخط عشان نعمل البوابة بتاعت البيت زي ما انتم شايفين. عبارة عن خط بالطول، بعد كده في زي مثلث كده، بعد كده نعمل بقى شكل زي الدايرة ولكن مسحوبة من فوق بمثلث. بعد كده عمل خط مائل لناحية تحت من ناحية الشمال، وخط تاني زيه ولكن مش كامل عشان لسه هنعمل شوية تفاصيل، يعني ممكن نكمله دلوقتي ولكن لسه هنظلله وهنعمله بالقلم الرصاص، هيبقى منظره مختلف عن دلوقتي. زي ما انتم شايفين عملنا خطين بالطول من فوق البوابة، بعد كده خط مائل لناحية فوق على الشمال، وفوقيه خط تاني عشان يدينا منظر المبنى اللي على ناحية الشمال. خلي بالكوا كل دي تفاصيل مهمة، كل دي حاجات لازم تعملوها عشان الرسمة تبقى واقعية. عملت مثلث كده زي ما انتم شايفين. طبعا ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بعد كده بعمل نخلة اهو بالطريقة دي، عبارة عن خطين بالطول، بعد كده نعمل مثلثات زي ما انتم شايفين. خلي بالكم من التفاصيل، التفاصيل مهمة جدا في رسمة النهاردة. طبعا اللايك حاجة بسيطة لكن بتفرق جدا في الفيديو يوصل ناس اكتر، فحط لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان نوصل 14,000 مشترك في اسرع وقت. زي ما شايفين عملنا خطين بالعرض، وبعد كده عملنا نص شكل بيضاوي عشان يدينا الشكل بتاع النافذة والشباك بتاع البيوت التراثية. بعد كده عملت واحد كمان في النص تحت ما بينهم زي ما شايفين. خلي بالكوا التخطيط من اهم الحاجات اللي لازم تركزوا فيها. بعد كده بعمل زي تكرار للي حصل عند البوابة بس من ناحية الشمال عشان يدينا الشكل 3D او الواقعي. خلي بالكوا التفاصيل دي مهمة، وشوية تفاصيل كمان في التلوين حاجة جميلة جدا جدا، هقول لكم على شوية تفاصيل لازم تسمعوها، فحدش يجري الفيديو، محدش يغير الفيديو، ركزوا في التفاصيل وخلي معاكم الورقة والقلم وارسموا معايا خطوة بخطوة. زي ما انتم شايفين جبت اللون الاصفر الرملي او الاصفر المايل على برتقاني شويه، وبدات الون بشكل البوابه بالطريقه دي اهو، بلون شكل البوابه باللون ده. خلي بالكوا الالوان، بستخدم الوان خشب، تقدروا تستخدموا اي نوع الوان تحبوه، انا بفضل يا اما خشب يا اما فلوماستر لانهم بينجزوا في الوقت، بيختصروا وقت معايا وفي نفس الوقت سهلين ومش بيحتاجوا مجهود جامد جدا. جبت اللون السيموني او لون البشرة عشان الون بيه المبنى اللي على اليمين ده. طبعا خلي بالكوا تقدروا تستخدموا اي لون، مش لازم تلتزموا بنفس الالوان بالظبط، انا فضلت اللون ده عادي جدا، ممكن حد تاني يختار لون تاني. اهم حاجة لو هتلون بالالوان الخشب فتبري القلم كويس جدا، وتحاول على قد ما تقدر انك تلون في اتجاه واحد. زي ما انتم شايفين خدت اللون السيموني برضو لونت، ولكن افتح من الدرجة اللي على اليمين، يعني الدرجة اللي على اليمين باللون السيموني دي
اللعبة اللي هلون فيها دلوقتي دي غامقة عن اللي جنبها، عشان اللي جنبها خففنا ايدينا واحنا بنلون بيها. بعد كده بجيب نفس اللون الاصفر اللي احنا لوننا بيه البوابة. طبعا ده مش اصفر، مش اصفر 100%، ده اصفر اللي هو مايل على برتقاني شوية او اصفر رملي. فببدأ الون بيه الجزء اللي على اليمين من المبنى بالطريقة دي. بعد كده بجيب اللون السيموني تاني وابدأ الون بيه المبنى اللي على الشمال. زي ما قلت لكم اللي هيرسم الرسمه يبعت لي على الرسمه على حسابي على الانستجرام او الفيسبوك، الرابط في صندوق الوصف. هقول لك على اخطاء عملتها وهخليك اساعدك انك تطور من رسمك، ويفرق معاك جدا جدا جدا. خلي بالكوا هو زي الكورس ولكن مجاني، فده حاجه يعني دي حاجه لازم تستغلوها. في ناس كتير بتبعت لي رسومات وفعلا مستواها اتطور، واغلبهم دلوقتي بياخدوا مراكز في الرسم، مركز اول وتاني وتالت، والناس بتجيب طبعا في الدرجات المدرسيه في الرسم بتجيب 100% وبتجيب درجات كامله. زي ما شايفين باللون البني الجملي لونت الجزء اللي فوق من المبنى اللي على الشمال، ولونت المثلث ده بالقلم الرصاص، وجزء بتاع الرصيف ده برضو بالقلم الرصاص زي ما شايفين. خلي بالكوا تفاصيل مهمة جدا جدا جدا، محدش يجري الفيديو. زي ما شايفين جبت اللون الاسود وبدأت الون بيه الجزء اللي على ناحية الشمال من البوابة، عشان يدينا العمق اللي احنا عايزينه او 3D او الشكل ثلاثي الابعاد اللي احنا عايزينه. زي ما شايفين اهو بلون باللون الاسود، وبعد كده بجيب اللون البني الجملي عشان الون بيه الساق بتاعت النخلة. طبعا عملنا قبل كده لسه قريب عاملين فيديوهات كتير عن الطبيعة بالالوان، تقدروا تشوفوها في القناة، واشتركوا في القناة وانتم قاعدين وفعلوا زر الجرس عشان تشتركوا في قناة المرجع الاول للرسام العربي، وتقدر ترسم كل الرسومات بسهولة عن كل المواضيع. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، شيروا الفيديو في كل مكان، مستني رأيكم في الكومنتات. رأيكم في الكومنتات بيهمني جدا جدا فوق ما تتخيلوا، فاكتب لي رأيك في الكومنتات. ودي كانت رسمة النهاردة. لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اشتركوا في القناة، اللايك حاجة بسيطة ولكن تفرق. شيروا الفيديو في كل مكان وفي كل حتة عشان نبقى المرجع الأول للرسام العربي. أشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة. سلام سلام كمشك الختام.